زميلة العزيزة هنا أبو القاسم من فرع النادي الأهلي في مدينة نصر. مساء الخير يا هنا، إيه الأخبار عندك؟ يا مساء الخير على حضرتك يا كابتن شوبير وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومن أمام فرع النادي الأهلي بمدينة نصر هنقل لكم كل الأجواء وكمان استعدادات النادي للمباراة الهامة وفاينل السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ديربي جديد. خليني أقول لحضرتك إنه الأجواء داخل النادي الحقيقة مميزة جدا، كعادة أعضاء النادي الأهلي متواجدين في النادي منذ ساعات، يعني خلاص طبعا أقل من ساعتين بتفصلنا عن انطلاق المباراة، في حالة من الحماس عند أعضاء النادي الأهلي، منتظرين بقى لاعبي النادي الاهلي يفرحوهم مره ثانيه بعد طبعا ما اخفاقوا يمكن في السوبر الافريقي، ان شاء الله بقى يصالحوهم النهارده ويقدروا يفوزوا طبعا في السوبر المصري. خليني اقول لحضرتك انه الاعضاء كعادتهم متواجدين في النادي، لكن اكيد اعدادهم بتتزايد كل ما نقرب اكتر من ميعاد المباراه، لكن متواجدين بقى طبعا عشان يدعموا فريق النادي الاهلي في اجواء بتكون اكثر من رائعه وبتكون اجواء اهلاويه خالصه. ده على صعيد الاجواء. كمان بقى خليني اقول لحضرتك الاستعدادات، الحقيقه في استعدادات كبيره جدا من الاداره بالنادي الاهلي بمدينه نصر، الحقيقه موفرين عدد مهول من المقاعد وكمان يمكن اكتر من 9 شاشات لعرض المباراه، كل ده طبعا لخدمه اعضاء النادي الاهلي، يعني كل اعضاء النادي الاهلي بيتابعونا تقدروا تيجوا بقى وتتابعوا مباراه النادي الاهلي في اجواء مميزه جدا واكيد اكثر من رائعه. يعني ان شاء الله طبعا كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى تكون البطوله ال15 من كاس السوبر المصري ويفوزوا على فريق الزمالك، وطبعا نكون بنحتفل مع حضرتك عقب انتهاء المباراة. والآن طبعا تعود الكلمة لحضرتك مرة أخرى في الاستوديو، ومع حضرتك لو عندك أي استفسارات.